اهلا بيكم. نبدا مع بعض الفقرات. اول حاجه لازم تبقى عارف ان احنا معاكم تقريبا لمده ساعه، بعد كده هيبقى في عندنا اللقاء بتاع الاستاذ اسعاد يونس مع مو صلاح لبقيه يعني امتداد الحلقه. كده احنا هنشتغل النهارده وبكره، البرنامج بتاعنا هيبقى لمده ساعه فقط لا غير. خلونا نستمتع كلاكيت تاني مره بلقاء صلاح بناء على طلب الجماهير، فتابعونا دائما. طيب دي حاجه. الحاجه التانيه، أنا بصراحة عجبني جدا 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 يمكن تصريح من تصريحات الرئيس واللي اتكلم فيها على مسألة توطين امتلاك القدرة بتوطين تكنولوجيا في الصناعة بشكل عام. يعني الرئيس النهاردة مثلا ما كان بيتكلم، فكان بيتكلم على صناعة التشييد والبناء والبنية الأساسية، توطين التكنولوجيات الخاصة بالنوع ده من الصناعات والبناء والتشييد والبنية الأساسية ما هياش مجرد نشاط اقتصادي قايم على إنك بأسمنت وحديد ورمل وعمالة ماهرة ومهندسين أذكياء يصنعون أو يصممون مباني بالشكل الفلاني. إحنا هنا بنتكلم على بلد اللي هي إحنا مصر، مش بتشتغل بالطرق القديمة بتاعت حتة أرض ونبني عليها كام دور وبعدين نكتر عدد المباني فنقول دي مدينة سكنية جديدة إطلاقا. مصر بتشتغل بطريقة مختلفة خالص دلوقتي عن زمان، بتواكب التطور اللي بيحصل في صناعة التشييد والبناء، في مسألة بناء مدن سكنية جديدة بالتعبير الذي أصبح رائج دلوقتي اللي هو مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية. تيجي تقولي طب وإيه نوع التكنولوجيا على سبيل المثال؟ هضرب لك مثل بسيط. صناعة التشييد والبناء أو المدن الجديدة بالتأكيد مرتبطة، والبنية الأساسية بالمناسبة مرتبطة بإيه؟ بتكنولوجيا المعلومات. إزاي يا عم يوسف بتكنولوجيا المعلومات؟ أقولك، إذا كنت أنت بتشتغل على إحنا البلد، يعني أنت دي أنا وإنت وغيرنا الدولة، بنشتغل مثلا على مشروع عظيم جدا اللي هو مبادرة حياة كريمة، وغير مبادرة حياة كريمة بنشتغل على مسألة المدن الذكية، وبالتالي إحنا بنقول إيه؟ إن إحنا من ضمن الخدمات اللي هتصبح أساسية، هي أصبحت أساسية بالفعل في المدن الجديدة كلها لمدن الجيل الرابع اللي اتعملت، مش هقولك اللي بتتعمل ولسه هلم جرة، لكن حتى في حياة كريمة احنا بنتكلم على وصول الانترنت لداخل المنازل والمباني الإدارية والحكومية وحتى المجمعات الصناعية اللي بتتعمل هناك بفايبر أوبتكس. هل أنا في الحالة دي الصح بتاعي أن أنا أستورد كابلات الفايبر أوبتكس ولا صنع كابلات الفايبر اوبتكس؟ ما دي تكنولوجيا اهي، ودي تكنولوجيا او تكنولوجيا او تقنيه بتاعه تكنولوجيا معلومات، صح؟ اتصالات ومعلومات، بس هي بتخدمني في بنيتي الاساسيه. فمصر تعمل مصنع للكابلات اللي هي الضوئيه او الفايبر اوبتكس. ده على سبيل المثال لا الحصر. انا ضربت لك المثال الصغير ده عشان تبقى انت فاهم يعني ايه توطين تكنولوجيا صناعه التشييد والبناء والبنيه الاساسيه. واحنا هنا بنتكلم على عامل واحد فقط لا غير. لما اجي اقول ان انا عايز المدن بتاعتي تدار بطاقه النظيفه، فيبقى احدث حاجه في مجال الطاقه النظيفه ايه؟ هتيجي تقول الطاقه الشمسيه، هقول لك لا عديناها، احنا عندنا مثلا حاجه زي بنبان وغيرها بالمناسبه من حقول الطاقة الشمسية. طب طاقة الرياح، عندي طاقة رياح، لكن اللي أنا بشتغل عليه إيه؟ إن أنا بعمل مصنع مهم جدا لإيه؟ لما يطلق عليه الهيدروجين الأخضر. فده آخر حاجة، أعلى حاجة، ده سقف العالم في مسألة توليد الطاقة النظيفة من حاجة اسمها الهيدروجين الأخضر، فأنا بعمل مصنع للهيدروجين الأخضر وهكذا. إحنا هنا شوف اتكلمنا على إيه؟ على الطاقة، واتكلمت على الاتصالات. مش دول تكنولوجيا؟ ايوه دول تكنولوجيا. بيخدموا البنيه الاساسيه؟ طبعا. بيخدموا صناعات التشييد والبناء؟ طبعا. التركيبات والمركبات المختلفه اللي بتستخدم في بناء او في تشييد اي مبنى، اوعى تفتكر مثلا ان صناعه الاسمنت هي صناعه الاسمنت من ساعه ما ظهرت اول مره في انجلترا اطلاقا. الصناعة دي اتغيرت وبقى في حاجة اسمها أكواد، والأسمنت الذي يصلح لبناء ناطحات السحاب غير اللي بيصلح لكذا، دي تركيبة ودي تركيبة إلى آخره. طيب وماذا بعد الأسمنت؟ أصبح في تكنولوجيات تانية. أنا مرة شفت في إنجلترا ناس بيشتغلوا بخليط ما يعني ما بين الأسمنت والألياف الزجاجية، يعني اللي هو البتاع الفايبر جلاس ده اللي هو الليف الزجاجي ولا
الصخر الزجاجي، الزجاج الصخري، سميه زي ما تسميه، فايبر جلاس خلاص كلنا عارفين يعني. خلطة معينة يتم استخدام فيها الفايبر جلاس مع تركيبة معينة من الأسمنت بنسب معينة بتدي صلابة ومتانة أكبر بكتير جدا ووزن أقل بكتير جدا. حدث ولا حرج، دي اسمها تكنولوجيا. تساهم في إيه؟ في تطوير صناعة تكنولوجيا، أو في تطوير تكنولوجيا صناعة التشييد والبناء والبنية الأساسية. حدث ولا حرج. طب أنا بقولك الكلام ده ليه؟ أنا بقولك الكلام ده لأنه مصر فعلا ما بتقفش. مصر بقالها النهاردة سبع داخلين على 8 سنين، أهو من سنة 2014 إحنا ما وقفناش لحظة. لو وقفنا لحظة في هيكلة الاقتصاد، ولو وقفنا لحظة في توطين التكنولوجيا قدر الاستطاعة، ولو وقفنا لحظة في تحديث وتطوير مؤسستنا العسكرية وجيشنا، ولو وقفنا لحظة في تطوير وزارة الداخلية من حيث زي كده ما بقولك إيه؟ مركز الإصلاح والتأهيل اللي كان زمان اسمه سجن، السجين اللي بقى اسمه نزيل، الراجل اللي كان بيبقى جوه السجن عمره بيروح مقيد الحرية، لأ دلوقتي بنعمل تركيبة تانية خالص، أنا عايزه يشتغل جوه هذا المركز وعايزه يكسب فلوس وعايزه يبعت لأهله وعايزه يحوش قرشين هينفعوه لما يجي يخرج بإذن الله صالحا للمجتمع، مؤهلا للمعيشة داخل المجتمع، يدمج داخل المجتمع كفرد منتج صالح زي الفل. يبقى التطوير اللي بيحصل في مصر هو على كل المناحي، كل المناحي، مفيش حاجة مصر واقفة فيها. تيجي الكورونا، مصر الحمد لله والشكر لله بأمر ربنا ما تعطلش. تيجي الأزمة الروسية الأوكرانية، مصر الحمد لله والشكر لله ما تعطلش. يمكن احنا شرحنا لكم قبل كده اللي حاصل في مسألة الإجراءات اللي خدتها الدولة عشان خاطر تحميك، إجراءات بتاخدها من 2014، ده كان حد عارف ان في حرب ولا ما حربش. لكن مصر طول الوقت قاعدة عمالة بتشتغل على انه الأمور تبقى موطنة، أكلك موطن، تكنولوجيتك، صناعتك، اقتصادك يبقى قوي متين يعرف يقف قدام الهزات العالمية. ما بقولكش احنا بقينا نمرة واحد على العالم، لا ما بقيناش نمرة واحد على العالم، ولسه المشوار طويل وطويل طويل بجد مش هزار، 10 و15 و20 سنة عشان يمكن، انا ما عنديش بقى المعلومة دي وما فيش حد عنده هذه المعلومة، يمكن بعد 20 سنة نلاقي نفسنا اول وتاني. يعني الصين لما قامت بتجربتها سنة 78 على سبيل المثال ما كانتش متصورة انها هتبقى الاقتصاد رقم 2 على العالم وتبقى مرشحة انها تبقى الاقتصاد الاول على العالم في وقت من الاوقات على الاطلاق، لكن بدأوا المشوار بتاعهم بمنتهى الذكاء بمنتهى النجاح، وعملوا نموذج اقتصادي يسموه اقتصاد السوق الاجتماعي اللي بيحكم الصين حتى هذه اللحظة، الحزب الشيوعي الصيني حلو، لكن عمل تطوير في النظريات الاقتصادية فيتحول الى اقتصاد مهول قادر على ابتلاع اقتصاديات ضخمة، قادر على ذلك. الصين أصبحت بتمتلك تكنولوجيا وصناعة وسندات هنا وسندات هنا ومدينة طوب الأرض وبتستثمر عند طوب الأرض إلى آخره. الحلم لا يقف كذا الحال، الحلم المصري لا يقف، زي الحلم المصري بتاع إحنا هنرجع كل شبر من أرضنا بكل الطرق. في أرض رجعناها بالحرب في 6 أكتوبر 73 وفرضنا سيطرتنا وهيمنتنا وقوتنا قدام العالم وهدمنا الأساطير، كل أسطورة روجت تم هدمها في 73، وكمان عملنا ملحمة عظيمة وإحنا بنرجع طابة بنرجعها بالمفاوضات وبالدبلوماسية وبالقانون، الذكرى 33 لاسترداد طابة والعيد القومي لجنوب سيناء. معانا على التليفون سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لسه مش معانا على التليفون بس احنا في انتظار الاتصال مع سيادة اللواء. اللي عايز ارجعه لك، اللي عايز ارجعك عليه مرة تانية، انت طول الوقت لا تتوقف لا تتوقف. مصر وخدها مني جملة زي ما هي، في أضعف حالتها قوية، فأضعف حالتها قائدة للشرق الأوسط، فأضعف حالتها. يا راجل ده انت حتى في وقت المقاطعة العربية كنت برضو قوي، في وقت انه أغلب الدول العربية قطعتك ومقر الجامعة نقل إلى تونس وما إلى ذلك، وضع كان شديد الصعوبة على مصر سياسيا، وبالمناسبة كانت مرحلة أيضا اقتصادية صعبة إلى أبعد الحدود إلى أبعد الحدود. وبالمناسبة جه بعدها بكام سنة
رحمة الله عليه الرئيس الراحل أنور السادات استشهد بعد أن قتل غيلة وتم اغتياله على يد الجماعات المتطرفة. وبرغم كل ده مصر فضلت قوية، فضلت عندها القدرة طول الوقت، وفضل طول الوقت الكل يلجأ لمصر. ولا مرة ولا سنة ولا وقعة محدش لجأ لك. ده معناه إيه؟ معناه إنه بجد أنت تمتلك كل أسباب القوة. الشطارة فين؟ إنك توظفها بالمظبوط. إحنا قعدنا 30 سنة ما بنوظفهاش صح، 40 سنة. يا عم قول اللي أنت عايزه، مش دي القصة. المهم إن أنت دلوقتي أصبحت بتوظف قدراتك دي وإمكانياتك دي وأدواتك دي، كل النعم اللي ربنا اداها لك أصبحت بتوظفها صح. أنا هسألك سؤال، لما إحنا النهاردة نقدر أو قدرنا إن إحنا نبني تقريبا 24 مدينة جديدة، أنت بنيت 7% جداد غير 7% اللي إحنا عشنا عليهم طول عمرنا دول، واخد بالك؟ طب ما كناش بنميهم قبل كده ليه؟ عشان ما كناش بنوظف أدواتنا مظبوط. دلوقتي احنا بنعرف. خلوني ارجع تاني ارحب بسياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا وسهلا يا يوسف بيه، ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب وكل مصر طيبه وكل القوات المسلحه طيبه والخارجيه المصريه ايضا طيبه لما قامت بيه في مفاوضات طابا يعني من 33 سنه. تمام سياده اللواء، احنا النهارده نقدر نقول ايه واحنا بنحتفل ب 33 سنه على عوده طابة، مصر اللي ما بتفرطش؟ تمام. هو في الحقيقة طبعا احنا حتة تانية خالص المحافظة ومدينة طابة. ويمكن النهاردة كان عندي دكتور مفيد شهاب وألقى محاضرة رائعة كعادته سنويا بيعملها معانا. وجميل بقى ان انا كنت جايب له طلبة الجامعة وطلبة جامعة الملك سلمان وطلبة الثانوية العسكرية. ده كانت رسالة توعية للشباب ورسالة يعني جميلة. هو طبعا سيادته هنعمل معاه ان شاء الله برنامج تاني شهر 6 بإذن الله. هيجي هو بقى وهنجيب شباب من مصر وهيروح طابة بنفسه، ويمكن ما كانش بيقدر يروح طابة الفترة اللي فاتت. هنوديه طابة يشوف اللي حصل في طابة بعد ما كان سابها من ايام التفاوض وايام التحكيم الدولي. فهو مش مصدق اللي بيدور في شرم الشيخ. هو طبعا شاف شرم الشيخ فشاف الابداع كله والنظافه والتطبيق. فقلت له بقى دعيته ان هو ان شاء الله يمكن خلال شهرين ثلاثه كده هنعمل له جوله في مدينه طابا، هيجي يشوف ويقدر بنفسه حجم التنميه اللي تمت في المدينه. عشان ابدا بس كلامي مع حضرتك، احنا بدانا احتفالاتنا من يوم الخميس، خميس وجمعه وسبت. يمكن لسه الاحتفالات منتهيه من نص ساعه بالظبط في مدينه الطغري. احنا بدانا يوم الخميس في طابا والجمعه في شرم الشيخ والسبت في الطغري. بدانا في طابا بايه بقى؟ احنا انت عارف طبعا ان كان مطار طابا تبع شمال سيناء. ايوه. وكانت شمال سيناء طبعا المشاكل اللي كانت بتحصل على الخرائط وبنزل على التلفزيونات بينزل شمال سيناء، فما كانت الطيارات ما بترضاش تيجي وما بترضاش تنزل، علاوه على التامين بتاعها كان عالي جدا. ففي الحقيقه يعني بالتواصل مع القياده السياسيه تم الاتفاق او تم اصدار قرار جمهوري بجعل مدينه المنطقه المطار تبع جنوب سيناء. بازاي؟ بتعديل الحدود الاداريه. الحدود الإدارية بيننا وبين شمال تم سيادة الرئيس أصدر قرار جمهوري بتعديلها. مش المطار بس اللي جه معانا، فجاء معانا كمان قرية اسمها قرية راس النقب. القرية دي طبعا ورا المطار على طول. فلما تعدلت الحدود الإدارية بقينا دلوقتي معانا المطار في جنوب سيناء ومعانا قرية راس النقب. احنا بدأنا بقى يوم الخميس بزيارة قرية راس النقب. معانا مين بقى؟ وزير التنمية المحلية، معانا رئيس جهاز التعمير، أنا معانا رئيس جهاز التطوير الحضري، معانا الدكتور مختار جمعه، معانا مع سعاده المفتي، معانا وزير الشباب والرياضه. لا تتخيل حجم السعاده والابتسامه على وجه بدو هذه المنطقه، بدو هذه القريه. في الحقيقه انا من اسبوعين كنت زرتهم، بعمل لهم مراسم دخول المحافظه. لازم اروح اشوف مطالبهم ايه واشوف عايزين ايه وايه المحتاجين، ايه اللي محتاجينه، لانه طبعا هم ضموا علينا تقريبا من 4 اشهر.
لما رحت هناك كانوا في جاهزين لي بتاع حوالي 20 مطلب. حلو. ففي الحقيقة طبعا أنا كده قعدت معاهم شوية وتغديت معاهم على فكرة. الله. وقعدت معاهم وكنت واخد لهم بقى يعني ما 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 مهمات وأكل ولحوم وكل حاجة. فقلت لهم طب نقسم بقى ال 20 طلب دول 5 5 5 نبدأ نشتغل عشان نشتغل. ما 20 مرة واحدة يعني مش هتعرف تعمل حاجة. ففي الحقيقة كانوا عايزين حوالي 120 بيت بدوي. كانوا عايزين بير ميه، كانوا عايزين تكافل وكرامه يخشوا في تكافل وكرامه، كانوا عايزين مكتب بريد. يعني في الحقيقه طبعا ما صدقوش نفسهم ان بعد اسبوعين انا ومعالي وزير التنميه المحليه بنحط حجر اساس 120 بيت بدوي. الله اكبر. مفاجاه. انا مش سيقلي هم لغايه دلوقتي مش مصدقين ايه اللي حصل اول امبارح. 120 بيت بدوي ومعانا مين بقى اللي هيبني؟ معانا جهاز التعمير. جهاز التعمير اللي هو اللواء محمود اللي هيبني بقى. يعني الموضوع مش بنحط حجر اساس ونمشي، ده انا جايب الجهاز اللي هيبني ال 120 بيت بدوي. وطبعا اللواء محمود نصار قال طبعا احنا بنعمل تجمع، يعني احنا مش هنعمل 120 بيت بدوي بس، ده احنا هنعمل وحده علاجيه، هنعمل مدرسه، هنعمل مسجد، هنعمل وحده تضامن، او يمكن الصوره حضرتك على التلفزيون اهي. وهيبقى تجمع ليكم. طبعا مش مصدقين نفسهم. البير طبعا معانا قائد جهاز قائد المجموعه المنطقه جيم، وهو بيمدهم بالميه في الحقيقه. فانا طبعا كنت مكلم الدكتوره نفين الكباك بس هي ما قدرتش تيجي لظروفها طبعا. فقالت لي اوكي انا جاهزه، واتفقنا طبعا هنعمل لهم البير. البير ده ممكن يتكلف 1 مليون أو 2 مليون طبقا لوضع الميه تحت الارض. قلنا لهم طبعا ان تم التصديق على اقامه البير. كلمت الدكتور شريف فاروق اللي هو رئيس هيئه البريد، قال لي انا تحت امرك، ابعت عربيه دلوقتي متحركه تبقى موجوده معاهم هناك تتحرك ونبني لهم يعني برضو مكتب بريد. طبعا هم طبعا المكتب البريد ده بينفعهم في النوم برضو، يقبضوا منه يتعرفوا طبعاً. يعملوا يغيروا بطاقاتهم كلام من ده. فالكلام ده كله اتقال ليهم. كان معايا مدير مديريه التضامن، لان طبعا الدكتوره نبيل ما قدرتش تيجي. قال لهم ان معالي الوزيره امرت بعمل مسح شامل عشان تشوف، عايزه كشوفات عشان تطلع لكم تكافل وكرام. ففي الحقيقه أي 4 5 مطالب اهوت، واحنا قاعدين في خلال اسبوعين، لان انا كنت عندهم من اسبوعين الجمعه اللي قبل اللي قبل اللي فات، يعني اسبوعين يوم الجمعه بالظبط كنت عندهم. فلقوا نفسهم في خلال 5 ايام في خلال 15 يوم الامور على الارض. احنا بنقول احنا بنوفي وما بنوعد بنوفي. فطبعا مصداقيه كبيره جدا معاهم، سعداء جدا باللي تم، وهنستمر برضو معاهم وهنكمل معاهم مطالبهم. ومطالبهم عادله بصراحه جدا، ده ناس قاعدين في يعني في منطقه نائيه جدا وبعيد طبعا. ويعني دول مصريين وولادنا وغايبين عنا بقالهم كتير، فلازم كنا نعمل معاهم كده. وهنكمل معاهم ان شاء الله بقيه المطالب. تاني يوم احنا يوميا بقى عملنا حفل بدوي كبير قوي. طبعا جبنا فرقه اسماعيليه وفرقه السويس وفرقه العريش الفنون الشعبيه والمواهب بتاعه المحافظه، عرضوا قدام السيد وزير الشباب والسيد وزير التنميه المحليه وزير الاوقاف. وكان في مواهب طبعا معالي وزير الشباب ضمها للفرقه الاوركسترا بتاعت جامعه عين شمس. قال في كم بنت كده بصوتها رائع، يعني قال دي البنت دي تضم على الاوركسترا. فيعني طبعا ده الكلام ده كله يعني بيبقى ليه اثر كبير قوي، ان الدوله مش سايباهم والدوله بتحتضنهم وهيخش يخشوا الكورال. بتبقى كويسه. وبعدين اتعشينا مع البدو، كل اللي قلت لك عليهم دول، كل الوزراء دول في خيمه بدويه. حلو. تم يعني عملنا ايه بقى؟ جبنا التراث البدوي، يعني جبنا الاولاد بتاعتنا البدو وهم بيعملوا الشاي والقهوه على الفحم وقدام الخيمه البدويه اللي هم كانوا عاملينها لنا. جبت واحده ست بتعمل الفراشيح، الفراشيح دي اللي هو العيش البدوي. عارفه. قعدناها على الارض وقعدت تعمل قدامهم الفراشيح. جبنا فرقه سمسميه فنون شعبيه بتاعتنا بتاعت ولادنا البدو، قعدوا يعزفوا طول الساعه اللي هم قعدوها معانا في الخيمه. جبت جمالين وقفتهم
عشان يشوفوا البيئة البدوية. أنا جايب ناس من مصر وجايب ضيوف كتير قوي، أنا جايب طيارتين من مصر، جايب طيارتين، جايب كتاب كبير قوي وصحفيين كتار قوي ورجال إعلام كتير، وأهالينا بقى اللي يعني اللي ندعتهم اللي وافقوا على إن هم يجوا وشافوا بقى البيئة البدوية وعرفوا عنها حاجة. تاني يوم بقى كنا بنحط العلم، بنرفع العلم، وطبعا كان معالي وزير التنمية المحلية هو سيادة رئيس الوزراء أنابه، طالما وزير رئيس الوزراء أنابه أيوه. يبقى هو اللي يرفع العلم وهو اللي نعمل المراسم يعني. فوقفنا معاه كله، وبعدين مين اللي جه معانا بقى؟ قادة الجيش، قائد الجيش وقائد المنطقة جنوب شرق، وقائد القوات الأمم المتحدة الجنرال إيفان، وسيد مدير الأمن، ويعني عايز أقول لحضرتك كوكبة لفيف من القادة كانوا موجودين معانا بتصديق من السيد وزير الدفاع، والموسيقات العسكرية موجودة معانا، وتم رفع العلم وأنا شايف هو معالي اللواء محمود شعراوي بيرفع العلم، وكانت لقطة جميلة جدا، وولادنا بقى حاضرين كلهم، الأطفال الكورال بتاع نويبع كان موجود وكان عمال ينشد. اللقطة دي بقى بتعيد للأذهان الصورة الجميلة طبعا. أنا بقى يعني بحاول الشعب كله يعرف العلم ده بترفع ليه، وبقاله 33 سنة وجه إزاي، والأرض دي جات إزاي. ده اللي حكيناه النهاردة بقى مع الدكتور مفيد شهاب، ساعة كاملة بيتكلم على كيف عاد الطابة بالتحكيم الدولي. والله يا سيادة اللواء أنا يعني بقالي مثلا يجي سنتين أو ثلاثة قاعد عمال في دماغي بتمنى إنه نعمل زي مش فيلم بقى وثائقي، هو فيلم خليط ما بين الفيلم الوثائقي والفيلم الروائي، يجسد مزبوط. الملحمة الطابوية لو صح التعبير، إزاي رجعنا طابة، إزاي كان في الضغط بتاعنا، وإزاي كان في الدبلوماسية، وإزاي القانون. تمام. وهذا اللي اتفقت بيه النهارده فيه مع الدكتور مفيد. في الحقيقه طبعا انت عارف المنطقه اللي هناك دي اتعمل فيها الطريق الى ايلات. طبعا في بحيره صغيره كده مسحوره كده اتعمل فيها الطريق الى ايلات، يعني تبعد بالظبط عن طابة حوالي 10 كيلو. عارف اتعمل فيها فيلم الطريق الى ايلات. في فيلم برضو اتعمل قبل كده بتاع اعتقد أحمد الفيلم الأخير، فيلم عز. أيوة الفيلم الأخير طبعا بتاع الممر. في فيلم كده جميل برضو اتعمل هناك في المنطقة دي. طب سيادة اللواء يعني يمكن أنا واحد من الناس بالظبط من حوالي 30 سنة يعني سافرت طابة أنا وأصدقاء ليا أيام الجامعة. لا احنا هنعزمك بقى مع الدكتور مفيد. والله يا فندم انا يعني قول لي انا عمري ما هتاخر بصراحه. لا احنا النهارده كنا في حاله رائعه، وانت لو شفت الولادنا بقى، انا جبت له الشباب، سياده الرئيس بيقول التوعيه وعوا الناس، فانا جبت الشباب كله يعني مش اقل من 200 300 واحد قاعدين بيسمعوا. لو شفت حجم التصفيق وحجم طبعا لما قاموا وقفوا يحيوا الدكتور مفيد صح، حاجه جميله قوي. ده اللي ادى ان احنا نقول لازم هيبقى فيه، لازم هنعمل نسجل. ايوه نسجل الكلام ده مع الدكتور مفيد يوم 30/6. انا هجيب يعني طياره ان شاء الله، وزي ما جبت طيارتين امبارح اول امبارح، وهنجيب هو. انا قلت له ادعي اللي انت شايفه، اللي كان شغال معاك، اللي كانوا موجودين معاك، مش كده وبس، ده انا كان عندي رائد عرفت بيه اول امبارح انه استشهد اثناء المباحثات، اسمه الرائد محمد كامل. هو قال لي مظبوط ده كان معانا وجاله ازمه قلبيه. فقلت له برضه انه نقدر نتصل بزاويه يعني ونجيبهم معانا، فقال لي فكره جميله. فاحنا بنفكر يوسف بيه، وعايز اقول لك كمان في بقى كان في مفاجاه كبيره قوي النهارده. مين كان حاضر؟ مين؟ الدكتور اللواء دكتور سمير فرج. الله لا 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 بقول لك النهارده لا تتخيل جرعة 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 جرعة. وأنا اتفقت مع السيد رئيس جامعة الملك سلمان، قلت له أنت عندك فرع في رأس سدر وعندك فرع في الطور، لو سمحت المحاضرات اللي تمت دي النهاردة لازم تتعمل في رأس سدر وتتعمل في الطور، لأن النهاردة اللي قاله الدكتور سمير فرج أنا نفسي لأول مرة أعرفه.
طبعا اتكلم على مصر 2022 او الموقف الحالي ايه، ورانا الدول اللي حوالينا شكلها ايه. صحيح. ورانا الشغل اللي تم سابقا، ورانا سبب الثوره، القى الضوء على طبعا مش عايز اتكلم يعني على الاخوه اللي كانوا يعني سبب الثوره وايه اللي عملوه، زقوا علينا مين وعملوا ايه. فهم الشباب، وده حلو يا سياده اللواء. يعني انا وعاهم يا يوسف بيه، وعاهم في الحقيقة. انا نفسي يا فندم الاجيال اللي موجوده دلوقتي. يعني انا لما سافرت كان هقول لا، انا كان عندي 19 سنه بالظبط وسافرنا طابق انا ومجموعه من اصدقائي كنا في الجامعه. لا تاني لازم لا، ما انا بقى ايه عايز اجي، لان انا لسبب، انا لما رحت وانا عندي 19 سنه نطيت في الميه في طابق وخدتها عوم لحد الجزيره بتاعه صلاح الدين. ايوه القلعه. وبعدين عرفت بعد كده ان ممنوع السباحه، يعني اتقدرت تكديره اللي هي كنت عيل صغير يعني. بس انا فرحتي بان انا عايم في الميه بتاعتنا وناطط من على الارض بتاعتنا لحد الارض بتاعتنا، الجزيره بتاعه القلعه بتاعه صلاح الدين، جزيره فرعون دي، كانت فرحتي لا توصف. انا بقى انت كده بتاكد ان انا لازم اعزمك. أرجوك. وعلى فكره انا وجهت الدعوه، انا جالك، انا عندي صباح الخير يا مصر النهارده، استاذ محمد الشاذلي والاستاذ منى الشرقاوي ولفيف كبير جدا من التلفزيون المصري، وزعنا الصلاه يوم الجمعه، الدكتور مختار جمعه خطب يوم الجمعه من مسجد السلام بطابة. الله اكبر. التلفزيون المصري كان موجود. الحاجات دي بتعمل حاله. احنا عايزين طلبه المدرسه يا فندم يروحوا، بيحسوا ان بلدهم، بيحسوا ان مصر ايوه بتاعتهم، بيشوفوا الوزراء بيتبسطوا. عايزين يا فندم طلبة المدارس وطلبة الجامعة يروحوا ياريت. يبصوا، يعني نحاول نعمل لهم بروتوكول كده، تبقى ياريت. رحلات أسعارها في الحنين، الولاد يروحوا ويشوفوا عشان يعرفوا قيمة البلد، ويعرفوا يعني إيه أرضي وترابي ورملي، والدفع فيه قد إيه عشان يرجع لي. هقول لك خبر تاني يوسف بيه. اتفضل يا فندم. إن إحنا الطريق الدولي اللي جايب من نفق لطابة احنا خلاص بقى يشتغل 24 ساعه. الله اكبر. ودي طبعا دي شهاده حق وشهاده تقدير للقوات المسلحه المصريه الباسله. طبعا لان كان انت طبعا تعرف كان موجود قائد الجيش، كان موجود قائد قوات شرق، كان موجود مدير اداره الميه عشان كنا بنحط حجر اساس محطه ميه 5000 متر مكعب ميه. الحمد لله. كان موجود السيد اللواء ايفان قائد قوات الامم المتحده عندي لواء، كان موجود السيد مدير الامن. فعايز اقول لحضرتك ان كل دول اكدوا ان الطريق ان شاء الله كان بيشتغل لغايه 10. انا بعلن اهو قدام الجميع ان طبعا القوات المسلحه 24 ساعه قادره، وسيد قائد الجيش قال احنا قادرين، الطريق احنا مع يعني الامور مؤمنه تماما، والحمد لله العمليه الشامله نجحت، وفي سيطرة قوية جدا على المنطقة هناك. فإحنا إن شاء الله هنشتغل وهنفتح الطريق 24 ساعة. يا خبر رب يا كان برضو أسعد كل العاملون في طابة، أسعد كل العاملون في الفنادق في طابة طبعا، لأن هم كانوا بيعانوا الفترة اللي فاتت. ده احنا بعد كده بقى هتجيلنا طيران من بره لحد عندنا بقى في طابة. مظبوط، لأن هو طبعا السيد وزير الطيران جه السنة اللي فاتت في الحقيقة، ما جاش السنة دي، ومعالي وزير الطيران جه قال ده اكبر مطار عندنا، كانت مطار محترم جدا، واحنا وكان برضو ليه راي ان احنا يبقى تابع جنوب سيناء. وفعلا احنا لما تبع يعني لما اتصلنا بالقياده السياسيه وكده، تم فورا وتم استاذ رئيس الجمهوريه اصدر قرار جمهوري بيضمه الى جنوب سيناء. ففي الحقيقه احنا نشتغل بقى، ويبقى الطيران باذن الله يشتغل في مدينه طابه. حسب معلوماتي في حاجة جاية من بولندا شهر 4، لسه ما تأكدتش. كمان اللي كان برضو موجود معانا وكان عامل جولة في المطار السيدة نائب وزير السياحة الدكتورة غادة شلبي، كانت جاية ضمن الوفد اللي جمع، لأن احنا جبنا بالطيارات، وهي قالت لما هنزل عايز أعمل جولة في المطار. فبتعمل جولة في المطار عشان تقف على وسائل مدير المطار واخبار التامين ايه واخبار الفلوس الطيران بتنزل بتدفع ايه. فيعني طبعا بتلم معلومات وتعرض على السيد رئيس وزير السياحه، وده عمليه استعداد لتشغيله. انما هو طبعا حتى الان يعني مش شغال، لان
التأمين عالي جدا، وكان طبعا تابع شمال سيناء، كان في تخوف اللي احنا بنقول لا احنا بنحل، سيادة الرئيس بيحل معانا، اصدر قرار جمهوري بننفذ القرية اللي موجودة ورا المطار خلاص بقى يعني بقت تابعة المحافظة، وكل يعني قائد المنطقة جيب موجود، والناس قيادات الكبيرة قوي موجودة وقادرين على حماية المطار وقادرين على تأمينه وقادرين على فتحه للسياحة إن شاء الله. أداه قدود دايما يا فندم. أنا بشكر حضرتك جدا 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 وشرفتنا بهذه المكالمة سيادة اللي هو خالد فودة محافظ جنوب سيناء. ده جد مش هزار، إحساسك وإنت هناك بقول لك أصل إحنا الجيل بتاعنا بتاع السبعينات ده وممكن بعضكم يضحك يعني احنا ايه شبعنا امتلأنا بمسألة حرب 73 و6 اكتوبر وكنا حاسين قد ايه بنفسنا احنا كمصريين اقوياء، وكنا بالمناسبة الرحلة بتاعت سينا دي بالنسبة لنا حاجة عظيمة جدا، خصوصا لما تروح تشوف وأثار العدوان وهي تزال، قرية ياميت وهي بتيجي على الأرض، وتشوف النصب التذكاري بتاعنا هناك، وتشوف الدبابات بتاعتنا اللي كانت بعض منها لازال موجود على خط القناة وما إلى ذلك، حاجة عظمة إلى أبعد الحدود. لما يجي ولد عنده 19، كنت أنا وأحمد جمال الدين زيادة صديق العمر خدنا قرار هوب نط في المية ورحنا عايمين لحد جزيرة فرعون قلعة صلاح الدين وعمنا وبتاع، عمنا ليه؟ لأسباب عدة بس من أبرزها طبعا هي المية هناك حلوة كل حاجة، من أبرزها إحساسنا هي دي أرضنا بتاعتنا احنا، محدش يقدر يقول لنا تلت التلاتة كام، محدش، دي بتاعت مصر. لهذا السبب أنا طبعا عايز أروح تاني، وأظن لسه ليا أو لسه فيا نفس أعرف عم مسافات كبيرة من هذا الحجم، أظن هي كانت كيلومتر تقريبا حاجة كده، هي مسافة تقريبا كيلومتر أو أقل قليلا يعني، لا لسه فيا نفس خلي بالك. نديم مصلو بيشكك في الموضوع، لكن أنا عايز ولادنا اللي هم النهاردة عندهم 17 و18 و19 سنة، مش بتكلم بقى أنهم يعوموا ولا ما يعوموش، العيال تحس بيعني إيه أرض ووطن ودم أريق علشان خاطر هذه الأرض، دي حاجة عظيمة جدا. على كل حال خلونا نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستكمل معاكم حتى تنتهي ساعتنا المباركة لهذا اليوم، وبعد كده زي ما بقول لكم ما تنسوش تتابعوا لقاء الأستاذ أسعاد يونس مع مو صلاح، استنونا في التاسعة. ده ملوش غير معنى واحد والله العظيم، وده انا بقوله نصيحه لكل شاب اخواني لازال متاثرا، القائد بتاعك غبي وجاهل وجهول وعصامي في جهله، قاعد عمال بيبني طوبه على طوبه في الجهل، لما انت تصدق واحد زي ده يبقى انت عندك مشكله. بتراهن على الايه؟ بتراهن على إفقار المجتمع، بتراهن على هزيمة المجتمع، بتراهن على بؤس المجتمع، بتراهن على التنكيد على المجتمع. طيب وبالرغم من كل مراهناتك دي تلاقيها مراهنات أو رهانات كلها خاسرة بالكلية، ولا مرة الإخوان رهنوا رهان وكسبوه، ولا مرة. يخشوا رهان الانتخابات يخسروا، يخشوا سيبك من الانتخابات اللي كانوا بيتعمل قبل كده، انا بكلمك على فكره الناس مش هتنتخب الرئيه، كان وقتها المشير عبد الفتاح السيسي فالناس تنتخبه مرتين. طيب على فكره الاقتصاد المصري بينهار فتلاقي الاقتصاد المصري عمال بيطلع باعترافات دوليه، على فكره الكورونا هتجيب مصر الارض فتلاقي ان الحمد لله والشكر لله هي ما لمستش الارض لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس ده انت صنفت ضمن اثبت واقوى اربع اقتصاديات على مستوى العالم وقفوا قدام الجائحه. وبعدين جم رهنوا على الحرب الروسيه الاوكرانيه فلقوا انه بالحقائق والارقام ده واحد، اتنين وبالشهادات الدوليه مصر من اثبت الاقتصاديات قدام هذه الازمه التي تعصف بالعالم. طب ايه الرهن اللي الاخوان كسبوه؟ يعني انت بتدعم الاخوان على اساس الايه؟ او بتصدقهم على اساس الايه؟ انت كشاب اخواني، انت كزهرة اخوانية، هم سموهم الزهور كده، يعني ازاي؟ ما انا بس عايز افهم، يعني ادونا ادمغتكم وعودوا حافيين ازاي؟ مصر لا هتتكسر ولا هتتفقر ولا هتتهزم، بل بالعكس كل ما هو عكس ذلك هتلاقيها مصر
اقتصادها قاعد عمال الحمد لله من حال الى افضل. مصر اقتصادها ثابت ومتين. مصر جيشها ما شاء الله زي الفل وبيتقدم طول الوقت. مصر خريجينها بيتقدموا على المستوى العلمي والدراسي. طلبتها بقوا بيشوفوا اساليب افضل في التعليم وظروف افضل للتعلم. الخ الخ الخ. بتراهن على الايه؟ شيء غريب جدا. طيب الاخوان هيقول لك مصر وحشه، مصر كخه. طب مصر بتصرف دعم نقدي لاربعه مليون اسره ضمن تكافل وكرامه، رغما بانه في ازمه اقتصاديه تعصف بالعالم، بس مصر قادره تكمل ببرنامج تكافل وكرامه وتكمل بمظله حمايه مجتمعيه ولا اجمل. الاستاذ ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانيه في برنامج تكافل وكرامه، اهلا بحضرتك استاذ ياسر. يا اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، يا اهلا بيك والساده المشاهدين جميعا يا رب. استاذ ياسر، 4 مليون اسره هيصرفوا تكافل وكرامه ليه؟ سؤال يبدو غريب بس جاوبني عليه، خدني على قد عقلي. 4 مليون اسره بيصرفوا في برنامج تكافل وكرامه، ده برنامج قومي طبعا غطى الاسر الاولى بالرعايه على مستوى جمهوريه مصر العربيه كامله، من افقر قريه في اسوان الى اقصى شمال وجه بحري، جميع المحافظات بيغطى برنامج تكافل وكرامه. برنامج تكافل وكرامه في العصر يعني على مدار السبع سنوات الماضيه قابل يعني ادعاءات كتيرة ان كل شوية يقولوا برنامج تكافل وكرامة هيقف، برنامج تكافل وكرامة ما يعني مش هيستمر، ولكن برنامج تكافل وكرامة من برامج القومية الصامدة في المجتمع المصري، وتدل طبعا على يعني على قوة الدولة المصرية على مدار الفترة السابقة. اتهاجم باتهامات عدة ان ده بمجرد منحة وهتقف، لا، البرنامج تكافل وكرامة احنا بنقول للجميع ان هو من ضمن ميزانية الدولة مستمر وفي تقدم وفي ظهار، مش مقتصر على الاربعه مليون اسره بقى فقط يا استاذ يوسف. انا بقول للجمهور ان برنامج تكافل وكرامه بيغطي 33.5 مليون اسره، في الاربعه مليون اسره دول المستفيدين بالدعم النقدي، ولكن بقيه الاربعه وثلاثين احنا بنشتغل عليهم في برنامج فرصه وفي تكافؤ الفرص التعليميه. في العام الماضي غطينا في خارج ال 4 مليون اسره دول حوالي ما يقارب من 2.5 مليون اسره ثاني في تكافؤ الفرص التعليميه، وتم اعفاء جميع ال 2 مليون اسره اللي فوق المستحقين من الدعم النقدي من مصاريف المدارس. برنامج تكافل وكرامه حاليا في الاوقات الحاليه بيشتغل على الاسر المرفوضه اللي فوق ال 4 مليون اسره، بيوصل كراتين اغذيه من خلال والتعاون والتنسيق مع برنامج البنك الغذاء للاسر المرفوضه. برنامج تكافل وكرامه دايما بيدعم يعني اللي شغال على الشريحه الاكبر، وليس بيقدم تكافؤ فرص تعليميه، بيقدم تكافؤ فرص صحيه. جميع مستفيدين عملاء تكافل وكرامه حاليا بيستفيدوا من الرعايه الصحيه. حلو. طيب استاذ ياسر، على سبيل المثال لو الرقم يعني حاضر في ذهن حضرتك، الأربعة مليون أسرة اللي يستفيدوا بمعاشات أو بالدعم النقدي بتاع تكافل وكرامة، حضرتك أقدر أقول إن هو كام الفلوس السنة دي وكام الفلوس بتاعت المرة اللي فاتت؟ هو لو بدأنا في برنامج تكافل وكرامة بدأ في 2015 بثلاثة مليار وما يقارب 3.5 مليار، حاليا في الوقت الحالي نقول 20 يعني 21 22 19 مليار جنيه بيتوزع على الشعب المصري او بيتوزع على المستفيدين. يعني بدانا 3 مليار ووصلنا الى تقريبا 19 مليار. طبعا لو ضفنا عليه اللي هو الدعم الاخير لسياسه يعني فخامه الرئيس وجه بيه، يبقى برنامج تكافل وكرامه حاليا بدعم التعليم لطلبه الجامعه اللي هم يدخلوا تكافل وكرامه حاليا في الوقت الحالي، يبقى برنامج تكافل وكرامه بيتكلم في 20 مليار جنيه. بس ده لحد كده انا مرضي. استاذ ياسر انا اشكرك جدا واشكركم جميعا في الوزاره، كل الناس اللي بتشتغل على هذا البرنامج. كل الشكر استاذ ياسر على هذا الموضوع. استاذ ياسر عبد السلام مدير العمليات ببرنامج تكافل وكرامه. قول لي يعني ايه دوله اقتصادها ضعيف وبينهار
ودولة هشة ودولة مش موجودة، والإعلام بتاعها بيقولوا أي كلام فارغ، والصحافة بتاعتها بتقول أي كلاموزيا في المية البطيخ، تبدأ ببرنامج حماية اجتماعية قوامه 3 مليار فتصل إلى برنامج حماية اجتماعية يصل إلى 20 مليار، يعني أكتر من 6 أضعاف. لا ده احنا بنقترب تقريبا من 7 أضعاف. لا الحقيقة الاقتصاد ضعيف جدا، والدولة هش ومفيش مؤسسات والدولة ما بتشتغلش. بالمناسبة ركز في كم الشائعات، والنبي يا جماعة لو حد من يعني في أي مؤسسة في أي جهاز يقدر يجمع لنا، أنا هحاول أنا وزمايلي قدر الاستطاعة يعني جمعوا لنا عدد الشائعات التي تعلقت بالخصوص ببرنامج تكافل وكرامة وتحديدا إلغاؤه أو خفضه، وهنقعد لو استطعنا نصل للإحصائية دي على بكرة هقعد أقرأها لكم بالتاريخ خبر خبر زي ما بيتقال كده في المسرحية حلو نافر نافر ماشي نافر نافر عارف رايا وسكينة هو ده، هقرأها لكم خبر خبر بس نجمعها بالتوقيت باليوم بالساعة بالسنة بكله. من 3 مليار بقوا 20 أو 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 على رأي سعد يونس. طيب خلونا نروح لما نتبناه في هذا الشهر واللي أتمنى أن احنا نتبناه كل السنين، أم الكل الفكرة اللي يمكن طلعت جوه فريق إعداد أو عقول وتفكير وقريحة وضمير فريق إعداد برنامج التاسع، مش فكرتي خالص بالمناسبة، أم الكل اللقب اللي بتستحقه كل ست جدعة ومكافحة وشقيانة، الست اللي مش فارق معاها العمر والزمن، الست اللي حياتها هي ولادها وبلدها، الست اللي بتعلي المبادئ والقيمة فوق كل شيء، اللي بنقول عليها 100 راجل لكن هي ولا 1000 راجل بالمناسبة ولا أجدع 1000 شنب. أو الله العظيم الستات في مصر مفيش بعد كده ولا أجمل من كده ولا أجدع من كده ولا أطيب من كده ولا أشطر من كده ولا أزكى من كده ولا أشرف من كده ولا أعز من كده، تعرق وتشقى بضمير وبشرف عشان تربي العيال. شهر مارس الذي نسميه شهر المرأة، تنسوش عيد الأم يوم 21، كل سنة طيبة يا ماما. مهم إحنا هنقعد نلف وندور مع حضراتكم ببرنامج التاسعة في البيوت وفي الشوارع وفي النجوع وفي القرى وفي العزب في كل مكان، وانتوا ساعدونا برنامج التاسعة هتلاقوا اسم الصفحة بتاعتنا موجودة قدامكم على الشاشة، فانتوا قولوا لنا مثلا أم الكل هتلاقوها في المكان الفلاني، هتلاقينا بنجري كده نجري على رأي مراتي تقول لك اجري، فنجري كده وهنروح وهنصور وهنقعد ونتكلم معاها. ابعتوا لنا قصص أم الكل من كل حتة في مصر إذا سمحتوا لنا. نموذج رائع لأم الكل مين بقى؟ الست الجدعة الحاجة هدى، بمئة راجل بألف أو 10,000، بتبيع مستلزمات شوي وتجهيز مطاعم شعبية وبترزق. حاجة هدى عندها 66 سنة، لما تشوف حبها للشغل والشقة والجدعنة تقول يا سلام الست دي ولا حتى عندها 20 سنة مجدع. شوف التقرير ونكمل الكلام. شغال مع الحاجة فوق ال 12-13 سنة، بص غلاوتها من غلاوة أمي، مش معاملاني اللي أنا صنايعي، أنا صاحب المكان ولا الدنيا كلها عندها، غلاوتها من غلاوة أمي. سواق هنا في الموقف بقالي اكتر من 25 سنه. حاجه هدى ست طيبه، محدش يقصدها بحاجه وتقول له لا. انا اسمي نوره بنتي الحاجه هدى، منها ربنا يخلاني يا رب ما يحرمناش منها، كل الناس بتحبها هنا طبعا عشان ست طيبه ومحدش بيقصدها بحاجه وبتقول لا ابدا. انا اسمي الحاجه هدى، عندي 66 سنه، انا بشتغل كل أدوات المحلات، شوايات الفراخ والشاورمات وحجرة الطعمية وشوايات السمك وجئة الكباب وبترين الكبدة، وتعلمت الشغل أنا من والدي ووالدتي وأخويا وأبويا وجدي وخالي وعمي كلنا في الشغل.
كلهم في الشغلة صناعية، أنا اللي معلماهم وأنا اللي مربياهم وولادي. أنا منطقتي تحت الربع وبحب المنطقة دي، مش غريبة وجاية، أنا أساساً مولودة هنا، فكو طبعاً لازم يحبوني، ما فيش اللي تعامل حلو معاهم كلهم. أنا بنزل الشغل يعني أنا بقوم حوالي الساعة 8:30 الصبح، بقوم أشطف وأصلي صلاة الضحى وأصلي الدور وبنزل، ممكن أروح 10 ممكن أروح 9 على تبع الظروف. المحل هنا في زباين أديني بقعد، ما فيش زباين بمشي، عندي 6 غدارات في داخلي فهم مقصرين معايا. تعبانة بس يعني دي حاجة بقت في دمي، ما أقدرش إلا أنا أسيب الشغلة وما أقدرش إلا أنا أقعد. وربنا كنا شر القعاد قبل كل شيء، ربنا يجعلنا شغالين كده طول عمرنا. السوق علمني حب الناس والتعامل الحلوة والكلمة الحلوة، والناس كلها عارفاني الحمد لله. لمرة يعني كلمت حد كلمة وحشة ولا ده ولا ده، لا الحمد لله. الزباين يعني أول حاجة بيشكروني وبيحبوني، وبعد ما بيشتروا بيقوموا يبصوني من راسي. ليه؟ من التعامل الحلوة. كان معايا 3 بنات عاوزين مصاريف ومدارس وده وده وده، فاضطريت إن أنا أنزل. لو اني والدي كان عايش ومش مخلينا محتاجين حاجه، بس يعني برضو انا معايا بنات وعاوزين تعليم وعاوزين ده وعاوزين ده، فاضطريت انزل. ربنا ما اذنش بالصبيان، هم 3 بنات بس جوازاتهم يعتبروا ولادي. طبعا صبره طول عمري الحمد لله، ولو مش صبره انا ما كنتش اشتغلت خالص، لكن اشتغلت والحمد لله وربنا واقف جنبي. اكتشفت ان انا مريض، والله انا كنت فاكر ان انا مريض بالاكل، يعني اشوف الاكل قلبي هفهف. طلع ان انا حتى لما بشوف ادوات الاكل قلبي بيهفف. انا شفت قدره الفول كنت هقع من طولي، الشوايه لقيت قلبي بيدق، انتوا مش متخيلين. بس بقى لفت للنظر بالنسبه لي الابتسامه وقوه الشخصيه اللي باينه في الصوت. يعني أنا بشتغل الشغلانة دي أب عن جد، وأنا بعلم الصنايعية وبنشتغل. بالمناسبة أنا عايز قدرة فول من عند الحاجة هدى، ففكروني نبقى نروح. هي قالت من تحت الرابع مش كده؟ النوع ده من الستات بيبقوا أقوياء قوة وعليهم شخصية، يعني ممكن تجري شارع قدامها ببصة. الناس دي تبقى كلامها قليل، أنا بكلمك بجد كلامها قليل جداً، ولما تتكلم يا تتكلم في الجون يا ما بتتكلمش. بص الابتسامة والله العظيم ونظرة عين معبرة ووقفة مش ممكن، فتوة بقوة اسم الله عليها، اسم الله عليك يا حاجة هدى، حاجة عظمة، حاجة تفرح. بص هو نموذج من النماذج بتاع الأمهات المصريات، ودي حاجة انت عارف انا اكتر حاجة نفسي اعملها السنة دي، اكتر حاجة بخصوص الأمهات المصريات. أنا عمري ما استضفت أمي كأم، يعني طبعاً أنا بتعامل مع ماما طول الوقت أنها ماما، بس أنا نفسي أستضفها كأم، يعني تقعد تحكي على تجربتها في تربيتنا أنا ومريم أختي، لأنها كانت تجربة صعبة جداً جداً إلى أبعد الحدود. في تجارب كتير صعبة طبعا، وفي تجارب كتير بتبقى شديدة جدا ومؤلمة جدا، بس انت عارف المصطلح الرائج اللي بيتم تداوله كده بقاله كذا سنة، يقولك strong independent woman، سيدة قوية مستقلة، دي ماما. نفسي اخي استضيفها، والله امل حياتي. المهم هو ينفع استضيفها؟ ده بجد والله ده سؤال، يعني انا مش صاحب القرار ده يعني، بس لازم يبقى قرار كده نتساءل فيه كلنا. المهم الحاجة هدى تستحق مننا كل التحية زي ما الأمهات، أنا أمي اسمها تحية، لأنه كل الستات يستحقوا، الستات اللي من النوع ده يستحقوا مننا تعظيم سلام بصراحة. على كل خلونا نروح لفاصل، هنرجع بعد الفاصل عندنا إيه يا أولاد؟
بحب أنا أقدم اللي بعد الفاصل. هنطلع فاصل بس. ده احنا عندنا حاجات مهمة جدا، عندنا فوز الدكتور مدحت العادل بقى وجمعية حقوق المؤلفين والملحنين بمصر، وعندنا مو صلاح. مو صلاح مش مو صلاح بس مع الست إسعاد يونس، لا، مو صلاح والعقد بتاعه. هنعمل ايه؟ ربنا يرزقك يا ابني من حيث لا تحتسب. فاصل ونكمل الكلام. طيب بصوا بقى، اظن كلنا عارفين جمعيه حقوق المؤلفين والملحنين ما بين قوسين سيسرو، وسيسرو دي تولى منصب رئيس هذه الجمعيه، يعني كبار الاسماء من مؤلفين وملحنين مصر، ودي حاجه مهمه جدا. الجمعيه دي شغلتها انها تعطي حق الأداء العلني للمؤلف والملحن، سواء إذا كان في حياته أو بعد مماته، إلى الورثة إلى آخرهم. وفاز الأستاذ مدحت العدل، دكتور مدحت العدل، شاعرنا وكاتبنا وكاتب السيناريو الشهير الكبير وصديقي اللي أحبه جدا وافرح له. ألف 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 مبروك يا دكتور. يا حبيب قلبي يا أستاذ يوسف، أنا بشكرك على التحية وعلى الاهتمام إن أنت تكلمني وتشاركني، وانا طبعا انت حبيبي وصديقي رغم يعني الفرق الزمني، بس احنا اصدقاء. ايوه الفرق الزمني يبدو انه انا العجوز وحضرتك الاكثر شبابا. لا مش للدرجات يعني، انت مجامل بس مش للدرجات. لا والله حضرتك الاكثر شبابا بكل اللي قدمته لنا واللي بتقدمه. ربنا يخليك لنا يا دكتور مدحت. سلام يا حبيبي. دكتور مدحت، ما ايه اللي على اجنده رئيس جمعيه المؤلفين والملحنين الحالي بعد فوزه دكتور مدحت العدل؟ انا طبعا كنت رئيس لمده سنه ونص. ايوه. بالتزكيه، لكن اول دي المره دي بالانتخابات. انتخابات. فأنا السنة ونص دي الحقيقة، بس عشان الناس تبقى فاهمة ايه هي الجمعية، الجمعية هي جمعية تحصيل حقوق حق الأداء العلني، ودي اللي أنشأها الأستاذ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، ودي بقى لها 75 سنة، دي تعتبر من الحاجات التاريخية العريقة، وهي واحدة من أكبر جمعيات تحصيل الحقوق في العالم، لأننا عندنا 160 ألف مصنف جنائي. احنا بنجيب حق الاداء العلني والملكيه الفكريه لهذه الالحان في اي مكان في العالم. حلو. بالاتفاق مع الجمعيه الام اللي هي في فرنسا اللي هي تسام، فدول بينا بروتوكول تعاون، رحنا وعدلنا فيه كتير جدا عن المتفق عليه. وبعدين الناس برضو لازم تتفاهم ان اعضاء الجمعيه مش كلهم عبد الوهاب، كلهم بليغ، ده مع حفظ الالقاب يعني، لكن في ناس غلابه وفي ناس ورثت ناس كانوا مشهورين ومعدوش وهكذا. والحقيقه الراي تتكلم عن موضوع الملكيه الفكريه دي، لان هذا موضوع يا استاذ يوسف مهم جدا في العالم. يعني يمكن احنا لغايه دلوقتي برضه مش مدركين يعني ايه ملكيه فكريه. يعني الملكيه الفكريه دي يعني هي نتاج ما انتجه عقل عبد الوهاب العبقري في غنوه ما، لما يذاع في فرنسا انت بتستفيد طبعا كمكان كفيلم كاك، فده له حق فيه. دي فكره الملكيه الفكريه. احنا بغض النظر عن احنا لسه عاملين تامين صحي شامل على كل الاعضاء من حوالي اسبوع. حلو. بشكر الدكتور خالد عبد الغفار الحقيقه، ولكن احنا في نيتنا محاوله اكتشاف مواهب وعمل حفلات في الصعيد. احنا جمعيه في الصعيد تحديدا، لان انا من وجهه نظري شايف ان الصعيد مظلوم تماما. وفي نفس الوقت كمان احنا بنحاول نعمل برامج للمواهب، لان احنا عندنا كل ملحنين مصر وكل مؤلفين مصر، الاصوات اللي هتطلع منهم احنا هنتبرع باجورنا عشان نعمل لهم اغاني. اغاني يعملها مثلا صلاح الشرنوبي، يالف احمد حسن، كل المبدعين عندنا، استاذ عمر خيرت، بس كل دول اعضاء عندنا. احنا الموضوع بعد ما كان بنلم فلوس للناس اصبح بنلم فلوس وهنكتشف مواهب ونحاول نحسن. مش عايز اتكلم على انواع، لكن يعني على الاقل احنا لينا دور مهم كمبدعين في ان احنا نقدم وجهنا اللي احنا بنحبه واللي احنا تعودنا عليه.
وان شاء الله ده هيحصل يا دكتور، وباذن الله يعني مع حضرتك خلال السنين القادمه ربنا يديلك الصحه والعمر باذن الله، يحصل للاحلى من كده كمان. كل الشكر وكل التهنئه لدكتور مدحت العدل رئيس جمعيه المؤلفين والملحنين. احنا مش هنروح فاصل، احنا هنروح بسرعه على لقاء محمد صلاح، بس لازم نبقى فاهمين ان هناك محطه مقبله. فالسؤال، عارف لو كان الواحد يدير اللقاء مع صلاح كنا هنساله هل يوفنتوس ولا برشلونة يا مو؟ يا سلام سلم لو نلاقيه يجاوب لنا بتويتة. كنا نتمنى ان احنا يبقى في عندنا وقت ونقدر نناقش ده مع كتابنا ونقادنا الرياضيين، لكن الامر لله من قبل ومن بعد، لقد داهمنا الوقت. نروح لمحمد صلاح والست اسعاد يونس صديقتي حبيبتي، نتابع اللقاء. كان أكتر من رائع، أكتر من إنساني، أكتر من جميل. هنتابعه النهاردة وبكرة بإذن الله في نفس التوقيت، وإحنا برضو موجودين معاكم في برنامجكم التاسعة. قولوا إن شاء الله. سلامات.